العملية الأخيرة في هذه الوحدة هي عملية تغيير الأبعاد أو ما يسمى التمدد، وإذا كانت في بعض الأحيان تسمى تقليص الشكل. لماذا تمدد أو تقليص؟ على حسب هذا العدد نسميه المعامل. الفكرة بسيطة في هذا التغير الأخير، إذا كان لدينا معامل مثل الثلاث نقوم بضرب إحداث X سالب 3 وإحداث Y بهذا المعامل، فأنا أريد أن أقوم بتمديد لهذه النقطة 3 مرات، أي أضرب 3 فتصبح A سالب 9 و6. لاحظ ضربت الـ X والـ Y في الثلاث. في بعض الأحيان يكون التمدد صغير، عدد صغير هنا سالب نصف، أي سيكون الشكل إذا كان مثلث أو مربع سيكون أصغر. فسالب 3 ضرب سالب نصف موجب 3/2، أي موجب 1.5، هذا إحداث الـ X بالنسبة للنقطة A، و2 ضرب سالب 1/2 هي سالب 1. مثال بسيط، لدي هذه النقاط الأربعة Z Y X W، نريد تغيير أبعاد لهذا الشكل بمعامل يساوي 2. إذا بكل بساطة أضرب كل النقاط بالعدد 2، فالزد الجديدة تصبح سالب 6، لأن سالب 3 في 2 سالب 6 سالب 2. النقطة الثانية Y أيضا إذا ضربنا بـ3 تصبح 6 وسالب 2. النقطة X 2 8، هذه الأرقام كلها أضرب بنفس المعامل وهو 2. فإذا عملية التمدد عملية بسيطة فقط، هي عمليات ضرب. في هذه المسألة سأقوم في البداية برسم الشكل الأصلي الـ F والـ G والـ H والـ I، قمت بتعيين نقاطهم على هذا المستوى الإحداثي. طبعا هذا شكل رباعي، هو شبه منحرف. الآن سأقوم بضربه بمعامل يساوي 3. عندما أضرب بالعدد 3 المنطق أن الشكل سيقوم بالتكبير 3 مرات، أي أنه سيكبر 3 مرات، وهو بالفعل ما سيحدث. الآن النقطة مثلا في البداية، نبدأ بالنقطة F كانت سالب 1 1، إذا ضربتها بـ3 تصبح سالب 3 3. أضرب الـ X في هذه النقطة وأضرب الـ Y في نفس النقطة. النقطة G هي 1 1، وإذا ضربتها بالعدد 3 تصبح 3 3، هذه النقطة G سأقوم بتعيينها الآن، هذه النقطة الخضراء. النقطة مثلا H و I أيضا عندما أضرب بـ3 النقطة H تصبح 6 2 في 3 6، سالب 1 في 3 هي سالب 3. والنقطة الأخيرة الـ I كانت سالب 1 وأيضا سالب 1، عندما تضرب بالعدد 3 تصبح سالب 3 وسالب 3. لاحظوا في هذا عملية التمدد أعطاني شكل مشابه، ليس مطابق، مشابه 100%، لكن بحجم أكبر. الأشكال المتشابهة هي أشكال لها نفس الزوايا نفس الأضلاع، لكن القياسات تختلف. مسألة أخرى بنفس الطريقة لكن عكس السؤال، أعطاني القياسات لكن سألني عن المعامل. لدي شكل، الشكل الأصلي كان 7 12، أي طوله 7 وعرضه 12. الشكل الجديد 7 ونصف و30. طبعا العدد 7 أصبح 17 ونصف. لماذا؟ الصغير هو الصغير في الشكل الجديد، والكبير سيكون الكبير في الشكل الجديد. فإذا هنالك عدد إذا ضربته بالعدد 7 يعطيك 17 ونصف، وهو نفس العدد إذا ضربته بـ12 يعطيك 30. كيف أقوم بإيجاد هذا العدد؟ أعكس العملية الحسابية، اقسم الناتج 30 أو اقسم 17.5 على 7. أنا سأستخدم السطر الثاني، 30 على العدد 12 كي أقوم بإيجاد الناتج يساوي 2.5. كيف أقوم بالتأكد؟ أعد العملية الحسابية، 7 ضرب 2.5 هل يعطيك 17.5؟ نتأكد، 7 ضرب 2.5 يعطيك بالفعل 17.5. فإذا المعامل في هذه المسألة هو 2.5. هذه المسائل الثانية، نريد في البداية تمثيل النقاط الأصلية على المستوى الإحداثي. فإذا قم برسم نقاطك الإحداثية على المستوى الإحداثي، النقاط الأصلية، ثم أضرب بالمعامل المعطى في كل سؤال. في السؤال الثاني، سأبدأ في السؤال الثاني، أعطاني المعامل 1/4. الواحد على أربعة أو ما وهو العدد ربع، عدد صغير، فإذا هذا الشكل سيقوم بالتقلص، أي سيصغر الشكل الهندسي. عندما أقوم بتعيين هذه النقاط سيكون لدي شكل، وعندما أضرب بالمعامل نفس الشكل لكن سيصغر. طبعا هذه الأرقام أضربها كلها بـ1/4، مثلا 6 ضرب 1/4 للنقطة K هي 6/4 أو 3/2 أو 1.5. النقاط الثانية بطريقة مشابهة، أي عدد لا تستطيع حسابه استخدم الآلة الحاسبة. هذه النقاط الجديدة وتلك في الأعلى النقاط الأصلية. الآن عندما أبدأ برسم هذه النقاط، هذه النقطة
جي 0-4 في الأعلى النقطة كي 0-6 إلى الأعلى لديك النقطة L ولديك النقطة M. سيكون لديك شكل رباعي. بما أن لديك 4 نقاط يجب أن يكون لديك الشكل رباعي، طبعا هذا شبه منحرف. النقاط الجديدة عند تعيينها يجب أن ينتج شكل مشابه، ليس مطابق، مشابه 100% للشكل الجديد لكن بأحجام أصغر. لماذا أصغر هذه المرة؟ لأني قمت بضرب العدد 1/4. عندما تضرب بعدد أقل من 1 سيكون عدد صغير، طبعا أقل من 1 وأكبر من -1. عندما أضرب أنا بعدد سالب، مثلا -5 أو أي عدد، سيكبر الشكل لكن ستتغير إشارته. عندما تضرب بالعدد السالب ستتغير إشارة أو اتجاه الشكل. هناك أمثلة توضح المعامل السالب. هذا السؤال كان المعامل 2، فضربت أنا في 2، اللون الأحمر هو الشكل الأصلي للمثلث، وضربت كل النقاط ب2 فأصبح لدي مثلث مشابه للمثلث الأول لكن بحجم أكبر لأنني ضربته بالعدد 2. السؤال الثالث سؤال بالعكس، أعطاني صورة قياساتها الأصلية هي 1080 و480. هذه قياساتها الأصلية. يقرأ المسألة بشكل صحيح، يتعين عليهم تصغير الصورة إلى 720-320. فإذا القياسات الأصلية هي 1080 و480. طبعا لماذا قمت بكتابتهم بهذه الألوان؟ دائما العدد الكبير مع العدد الكبير، 1080 مع 720، 480 مع 320. أي هنالك عدد إذا ضربته بالقياس الأصلي 1080 سيعطيك 720. ما هو هذا العدد؟ استخدم عملية عكسية القسمة، 720 اقسمها على 1080 نتج عندي 2/3. وطبعا 2/3 هو رقم أصغر من رقم 1، فلذلك الأرقام أصبحت أصغر، أو القياسات ليست الأرقام. طبعا للتأكد أضرب 480 في 2/3 سينتج لديك 320. اقرأ دائما نص السؤال بشكل صحيح لتحدد من هي القياسات الأصلية للصورة أو للمجسم أيا كان. المسألة 2 لدي هذه الأرقام، كل الأرقام باختصار عمليات التمدد، كل الأرقام أضربها بالمعامل. فإذا أنا سأقوم بضرب كل الأرقام بالعدد 3/4. أي عدد لا أستطيع حسابه أستخدم الآلة الحاسبة، 3/4 ضرب العدد 7 يساوي 5 و1/4، وهي نفسها 5.25% أو باختصار 5.25. أوجدت النقاط الإحداثية لكل هذه الأرقام. طبعا أستخدم الآلة الحاسبة، متى شعرت أن العدد كسري لا تستطيع حسابه بالضبط أو لا تستطيع تعيينه على المستوى الإحداثي. الكسور من الممكن أن تخطئ الطلاب عند تعيينها على المستوى الإحداثي، فلذلك قم بتحويلها لأعداد عشرية أسهل لك. لكن في هذا السؤال الثاني سأترك لكم الرسم، قموا أنتم برسم هذا المجسم أو هذا الشكل الرباعي. السؤال الأول 3 نقاط، أي لدي مثلث، لكن جميع هذه النقاط قمت بضربها بالعدد 2، سيكون الشكل أكبر، المثلث سيكون أكبر من الشكل الأول. المسألة الثالثة، ابتكر مصمم رسومات شعار على ورقة، بعده الأصلي 21.25 وأيضا 27.5. دائما خذ القياس الأصلي الكبير مع القياس بعد التمدد أيضا الكبير، والصغير مع الصغير. فلذلك 21 مع 4، 27 مع 5. أي هنالك عدد إذا ضربته 21.25، 21 في عدد وهو المعامل سيعطيك 4 و1/4. كيف أقوم بإيجاد هذا العدد؟ بعملية عكسية القسمة، 4 و4 اقسمها على 21.25 سينتج لديك هذا المعامل. طبعا هنا المعامل سيكون 1/5 أو 0.2. للتأكد خذ المعامل وضربه بالعدد الأصلي الثاني، العرض مثلا أو الطول حسب المسألة 27.5، وضربه بنفس المعامل، هل سيعطيك العدد الآخر 5.5؟ طبعا 5.5، فإذا الإجابة صحيحة أو طريقة الحساب صحيحة.